وجل. وحسن الخاتمة دليل الإيمان والقبول من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. أولاً أنت عارفين ياسمين الحدث اللي حصلها، خرجت من بيتها لشراء أدوات لخدمة زوجها وأولادها، فهذا خروج في سبيل الله عز وجل. ثم حاصرها الموت وحصل لها هذا الحادث الأليم، فإن شاء الله يكون هذا شهادة عند الله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث أنها ماتت صائمة، وهذا يدل أيضا نحسبها كذلك على حسن الخاتمة. عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما حاصره الثوار ودخلوا بيته ودخلوا عليه، قبلها رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سوف تفطر عندنا يا عثمان. في نفس اليوم قتل عثمان رضي الله عنه واستشهد، وذهب إلى الله جل وعلا وهو صائم وفطر عند الله عز وجل. إن شاء الله نحسبها كذلك أنها تفطر عند الله جل وعلا، وهذا العدد الكبير اللي هو شهد عليها وصلى عليها ودعا لها يكون إن شاء الله بمثابة القبول والاستغفار لها. في مثل هذا الموطن قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فندعو لأختنا ياسمين رمضان أن يتغمدها الله جل وعلا برحمته، هي وجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لها وارحمها، آمين، وعافها واعف عنها، آمين، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، آمين، واغسلها بالماء والثلج والبرد، آمين، ونقها من الذنوب والخطايا والآثام، آمين، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها أهلا خيرا من أهلها، آمين، وجيرانا خيرا من جيرانها، آمين. اللهم ثبتها عند السؤال يا رب العالمين، آمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، آمين، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، آمين. اللهم احشرها في زمرة النبيين، آمين، والصديقين والشهداء والصالحين، آمين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، آمين، وصغيرنا وكبيرنا، آمين، وذكرنا وأنثانا، آمين، ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام، آمين، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين. يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، آمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله آل زوج